تسجيلات حرز الله هي الأفضل. معرفة يلي قال يا كفر ثلث كيف انقال ومغيرة ومولداني وعيونها قد تزيني يا من غطف يا من جيني وصغيرة ومولداني صدودك ما شكي ضاعت الشكوى سدى وضاع الحكي عسلامكو هاللي اخذ قلبك يا ابو نسيم وراح دا يعلمك يا ظالمي كيف البيك دا يعلمك يا Oh.
عسلمت وعلي أخذ قلبك وراح وراح تيعلمك يا أبو نسيم تيعلمك يا ظالم كيف البيك الزجل وخلصنا البكي وما بقينا نقول يا كفر ثلث ما بقينا نقول آه ونشتكي نحن انتهينا لا علينا ولا لنا إن شاء الله انتهيتي لا عليك ولا لك إن شاء الله انتهيتي ورفيقتي طلت معه غيمتي يا ابو جواد شفتو بدل باصبعه قربت صوبه ابو وائل بالهدى والكتائب شعه علي اشتلق لف ورجع لموضيع علي اشتلق مشي معي يا دكتور بو علي عالكرم تنقطف عناب خلي كلام الناس يا ابو مهدي كله عجناب وان كان انتي ما بتتمكني تمشي معي رح فصل لك سروال وعمل لك شنب رح فصل لك سروال علي ان ضربت عزيمي بقلبي الميت تولد
ولك عزيمي عفلتكم يا كفر ثلث يا ابن الذيب. انا ما بدي عزيمي انا من واجبي لبد الطلاة. مقلوب ويا ما العشق بزمانه اهل كفر ثلث يا بعم قلوب. انا حلفت بالليل عصدرا عريس نراني لك عم قلوب. صحيت الصبح وشفت الحلم غاب. يا مي جنا ويا مي جنا ويا مي جنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا. عويلك عويلك عويلك